تعالى نقرب شويه من المشهد، نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح من ارض الملعب. فاروق، مساء الفل عليك. برحب بيك يا كابتننا الكبير الكابتن احمد شوبير، وبرحب طبعا بنجوم مصر كابتننا الكبير الكابتن محسن صالح والكابتن خالد دبيبو، وبرحب بكل مشاهدينا. اكون شاكر لو حطيتوا لنا الشاشه بس في كل مكان يا رب تكمل على خير باذن الله يا كابتن شوبير. نعم. باذن الله تبقى البدايه المميزه ان شاء الله النهارده لفريق النادي الاهلي امام فريق سيراميكا باذن الله. طيب قول لي الاجواء عندك، شكل الجمهور عامل ازاي، التشكيل فيه مفاجات بالجمله يا فاروق، يعني اديني الاجواء اللي موجوده عندك. بالامس يا كابتن شوبير في الحلقه مع حضرتك، يعني سالتني سؤال مهم جدا. نعم. اللعيبه الدوليين وحاله اللعيبه الدوليين، واتكلمنا كمان على مركز حراسه المرمى يعني في هذا الامر. وقلت لحضرتك نقطه مهمه جدا ان مستر مارسيل كولر 80 او 90% من الشغل الفني والتحضير لمباراه سيراميكا انهاه في القاهره في ظل طبعا عدم التحاق اللاعبين الدوليين، وده اللي واضح من الشغل او التشكيل اللي تم اعلانه اللي فيه كثير من المفاجات. بالامس واحنا بنتكلم قلت لحضرتك ان اي 11 لاعب بدءا من مركز حراسه المرمى مرورا وانتهاء الى مركز راس الحربه كلهم جاهزين للظهور بشكل مميز منذ يعني اللحظات الاولى. يعني مصطفى شوبير في التدريب بيظهر بشكل مميز. نعم. حضرتك سالت على الكابتن محمد الشناوي، الجميع كان بيظهر بشكل مميز. اعتقد هي ممكن تبان للجمهور انها مفاجات في التشكيل، لكن على الواقع اللي احنا شفناه في التدريبات خلال يعني تواجد الفريق او التحضير لهذه المباراه من القاهره اعتقد مش مفاجات من مستر مارسيل كولر. لعيبه كلها عندها حاله من الجديه. عايز اطمنك ان اشرف داري سليم ما فيهوش اي مشكله، ولكن هو استبعاد للرؤيه الفنيه من مستر مارسيل كولر، الامر يتعلق فقط للرؤيه الفنيه. كل اللاعبين التركيز، اعتقد اجواء جماهيريه مميزه هنا يا كابتن شوبير زي ما حضرتك يعني تفضلت وقلت على توزيعه اللاعبين في الملعب. والكابتن خالد بيبو يعني زي ما قال ان فعلا طاهر هو اللي في مركز راس الحربه، وده كان جزء من الشغل الفني لمستر مارسيل كولر على توظيف طاهر في مركز راس الحربه. بيرسيتاو هيكون هو فعلا من الجناح الايمن، في مركز 10، امام عاشور في الجناح الايسر، كريم نيدفيد طبعا في دايره المنتصف. اعتقد الاوراق اللي مستر مارسيل كولر طالب من اللعيبه ايضا يعني في الكلام الاخير قبل النزول لارض الملعب محدش يتطرق خالص لاي حديث عن المباراه الاخرى اللي طبعا انتهت ما بين الزمالك وبيراميدز. انا عندي مباراه مهمه هنا امام سيراميكا، تركيز مهم جدا. نزل شاف اجواء الجماهير، شاف ارض الملعب، اثنى على ارض الملعب، حاله اللعيبه، اللعيبه اللي خارج يعني على مقاعد البدلاء كان نفسها تكون موجوده في ارض الملعب. الرغبه موجوده يا كابتن شوبير، يا رب تكمل على خير باذن الله. 11 لاعب او 11 يعني الراجل في ارض الملعب ان شاء الله يؤدوا المهمه ان شاء الله النهارده وتنتهي بالفوز باذن الله. فاروق، مش شايف جمهور؟ انا عارف انه في الامارات الجمهور بيدخل متاخر شويه مش زي عندنا، واحنا فاضل لنا ساعه الا 10 تقريبا على اللقاء، لكن الشكل العام هل يعني الحضور الجماهيري هيكون قليل ولا ايه؟ كابتن شوبير في هذه النقطة تحديدا تقدر تقول يعني يعني ال 50% يعني من ساعة الاستاد هي اللي تم شراء التذاكر الخاصة بهذه المباراة. نقطة المهمة أو الأهم يعني، ودي ثقة دايما بتبقى موجودة عند جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي، ودي يعني رسالة ما كناش نقول إنها توصل للعيبة، لكن الجمهور اشترى كل التذاكر أو الحصة الخاصة بلعيب بالأهلي للمباراة النهائية، فكان في التركيز على المباراة النهائية. لكن أيضا الجمهور اللي موجود قال لك لا احنا برضه نكون موجود في مباراة سيراميكا، ندي للعيبة برضو احساس ان الامر القصه مش في المباراه النهائيه، لا احنا موجودين معاك في مباراه سيراميكا، مباراه صعبه ليها تفاصيلها. لكن يعني زي ما قلت لحضرتك ان هي 50% من ساعه الاستاد، الجماهير في جماهير جايه من الامارات، في جماهير جايه من قطر، في جماهير اهلاويه جايه من تركيا، من كافه الدول لمسانده ومؤازره النادي الاهلي والبقاء حتى المباراة النهائية إن شاء الله يا رب تكمل على خير. النهاردة نتجاوز هذه المرحلة ونوصل رسالة للعيبة إن مباراة سيراميكا مباراة صعبة جدا، ده واصل للعيبة. كابتن مستر مارسيل كولر أكد على هذا الأمر في المحاضرة الفنية الأخيرة، طالب اللعيبة بضرورة اقتناص أنصاف الفرص، قال المباراة دي بتحسم على تفاصيل بسيطة، يا ريت من أول دقيقة الجدية الرسالة تبان للاعبين. يا رب تكمل على خير بإذن الله يا كابتن شوبير. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا.